ثمانية جلسة، أربعة هيئات تعاقبة المنيف، تهيئة محكمة المنيف، هذا الرابع. أنا كنت كنصر عشت في المحكمة، كنصر ديما على المحضر ديال الدرك الملكي ديال 2007. فعلا إلى يومنا هذا ملي شتي أنا القاضي دخل الملف جهزوا المرافعات، قلت واقيلا غنلتمسوا هادشي في المرافعات وربما يتحكم الحكم التمهيدي. ما طالبش المطالب المدنيه الا الاستاذ زيان اللي كيشاطرني في هذا الملف، هذا المطالب المدنيه لان كنا خايفين من هالشي، كنا خايفين ما نطلبوش المطالب المدنيه يحكموا لنا في الملف، لان ما كنتش كنتصور ملف بدون محضر بدون حتى شي حاجه غادي يحكموا بهذه الطريقه، لان المحضر ديال الدرك الملكي ديال 2007 هو الحقيقه، لان هو اللي فيه ناس اللي قتلوهم هاد المعتقلين ومعاهم ذاك الرابع، هما كانوا ثلاثه والرابع ودابا ما عرفتش كيفاش المحكمة رسائلها ذلك، مع أنني تنطالب دائما تنطالب رئيس أول المحكمة، ماشي هذاك المحضر ما كاينش، طلعت الوكيل العام للملك هذاك المحضر ما كاينش، يقول يا سيدي الدارك واش الدارك، طلبت من نائب وكيل من إمكانية نائب وكيل العام يهز التليفون يقول لهم جيبوا لي المحضر يجيبوا لي ثاني جلسة، ماشي شي حاجة مهمة راه باقي عندهم تما في الارشيف، وكاين النظير ديالو في النيابه العامه، ما المانع باش ما يعطوناش هذاك الشيء اللي كيدخل الشكوك، ذاك المحضر في الواقعه، لان احنا كنا عارفين بان حيدوا لي الاعضاء وحرقوه، وكاين هذا الشيء في المحضر، عطينا ثلاثه اوراق، وما دايرين لنا ثلاثه اربعه، حيت ثلاثه اربعه قاو وتلاحوا 25 26، عطونا ثلاثه اوراقات. اللي هما الديباجة، ما عطيناش تفاصيل، ديك التفاصيل اللي فيها متورط كل شيء هي الحقيقة، حنا لا طلبت منهم أنا بناء على ديك التصريحات ديال مولات النعناع اللي كتقول لك بأن لقيته تحت أغصان أشجار مخبي بالراس مفصول على الجسد، وقيته محروق اللي يديه وراسه محروق، وقالت لي على العلم أن كان دايرو في واحد الساشي عنده السنسلة. سنسلة ديال يعني ديال لامورك، يعني داو حيدوا لي الاعضاء، بما ان عميد الفرقه الوطنيه انا ذاك 2019 ملي جا مختفون وصرح بانه ربط الاتصال بالدرك الملكي، ربط الاتصال بنور رشد وبالرحمه، علاش غير ربط الاتصال بنور رشد؟ ربط بنور رشد لان ملي قتلوا الدري داو حيدوا لي الاعضاء، عندنا التصور ديالو وعندنا حتى في المحضر داك جوج واخا جوج ثلاثه اوراقات راه كاين هادشي، الا انه بائعه النعناع اكدت لنا كان هذاك الساشي الخضر، فين هو المحضر اللي فيه الساشي الخضر؟ فين هو المحضر كله ديال 2009؟ علاش اعتمدوا في هذا الحكم؟ ما فهمتش، جبنا اللي برؤوا بالمال التهامي من المخدرات، جبنا المراه اللي اكدت بان السيد كان في خنشه ديال لامورك خضراء، اكدت لنا في سلسله، اكدت لنا الراس مفصول بوحده واليدين بوحدهم، وهما يمنا التصاور بان كاين قوس تما، كاتبين انا كاين قوس تما، وحنا درنا ابحاث ميدانيه بان جاو كلاب، وصوت هذيك الفيلا اللي كان فيها جثه، وهادشي كله كاين، انا ما كنتش كنتصور هذا الحكم. نهائيا كنت كنصور ما كايناش حاجه ما كاينش، راه انسان تيدير خون على بورطاب تيديرو مسكون عصابه اجرامي تيعطيهم 20 عام 30 عام، ما كنتش كنتوقع انك باغا تبحث كله، ما عنديش محضر، كيفاش انا محامي ما تقولش تعطوني محضر؟ علاه؟ فين هو الدور ديال المحامي؟ باقي المتهمين بالحضر فين هما؟ لا قاضي تخاف، علاش غيتحكمهم؟ ما كاينين هذوك المتهمين، حيت هذاك اللي برا، ذاك اللي برا في 2007 صفصف كندا دار جريمه محاوله القتل، تحكم 20 سنه، رجع باش كمل العقوبه مع شكون اللي حماه الدري؟ ثاني ضرب الطبيبه ثاني اغتصبها وضربها وباه ثاني رحلوا ثاني رحلوا تما ثاني بلجيكا، واش عرفت الدري عنده سوابق عدليه ومتبوع من طرف السلطات الكراديه ويدير مصيبه اخرى، وعلاش قاضي التحقيق راه كانت خبره عنده ملف جاهز 2019. علاش معتقد داري حتى 2019؟ عرفتش علاش؟ لأن باش يهرب هذاك ولد داك العميد اللي هو في بلجيكا 2018، كان الملف جاهز 2017، كان الملف جاهز فيه الخبرات كل شيء، هذاك مشى بلجيكا في 2018 تعتقلوا الدراري في 2019، علاش خاص تحقيق العدالة؟ كل شيء اللي دار يده من قريب ولا بعيد في هذا الملف ديال بناني التهامي خاصو يتعاقب. حتى واحد فوق القانون، وانا من حقي كمحاميه ناخذ المحضر، علاش انا ملي بديت هاد الملف ولا الضغوطات من الفوق من التحت؟ علاش كندير الدور ديالي؟ انا غتستعملوني اش جاي انا؟ اش كنجي للمحكمه انا كنأدي اليمين وقسم باش نوصل رساله، ما يمكنش نضحي انا 80 جلسه هكاك،
42 ربع سنين في الاخر 20 عام، 20 عام كنت عطلقهم كاع نيس.